السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا التصحيح ديال الامتحان، أو عفوا ديال الفرض محروس رقم 1 بالنسبة لعلوم الحياة والأرض. بالنسبة لهذا الفرض له علاقة بدرس العوامل التربوية وعلاقتها بتوسيع ديال الكائنات الحية، يعني علاقة بينها بين الكائنات الحية سواء الغطاء النباتي أو الحيوانات الأخرى. إذن في هذا الفرض يتكون من تمرينين. التمرين الأول يضم وثيقة تحتوي على مجموعة من أنواع ديال الغطاء النباتي، كذلك هذا الغطاء النباتي ينبت على مجموعة من أنواع التربة. إذن السؤال الأول اللي ديال هذا الامتحان أو لا الفرض، عندنا السؤال الأول: إذا تمثل الوثيقة جاذبة مقطعا أفقيا لتوزيع النباتات بمنطقة غابوية معينة. إذا في المفتاح هناك أنواع ديال التربة، الكيلس، الرمل، السجيل، الطامي، وعندنا بزاف ديال الأنواع ديال الأشجار. رقم 1 المحورات، 2 البالوت والدردار، و3 نباتات بصرية. أما بالنسبة وكذلك نباتات بصرية ونباتات ذات سيقة لينة، كذلك عندنا البلوط، وعندنا البلوط اللين ولا البلوط اللاطئ رقم 5، والزان وفطريات والحزازيات رقم 7. إذا بالنسبة للتمرين الأول، سمي الطبقات النباتية العمودية الموجودة في بهذه المنطقة معتمدة على معطيات الوثيقة 1. إذا بالنسبة للطبقات النباتية، شفنا في الدرس بأن الطبقات النباتية هناك طبقات الأشجار، وكاينه طبقات ديال الجذور، وكذلك كاينه طبقات ديال الأعشاب. إذا هناك مجموعة من الطبقات على حسب كيتحكم فيها القد والعلو ديال هاد الأشجار. إذا بالنسبة للطبقات اللي عندي، انطلاقا من الشكل ديالي، إذا عندنا السؤال الأول إذا الطبقات العمودية اللي عندي 3 ديال الأصناف. إذا عندي الطبقة الأولى ديال الأشجار الكبيرة، إذا هي الطبقة الشجرية. إذا الطبقة الشجرية هي اللي كتحتوي على أشجار ذات طول عالي. إذا مثلا عندنا المحورة، عندنا البلوط، يعني كاين بزاف أنواع البلوط، إذا البلوط بكل أنواعه. عندنا كذلك شجرة الزان والدردار. إذا زين، إذا عندي هذو هما الطبقة الأولى. بالنسبة للطبقة الثانية اللي هي الطبقة العشبية، إذا الطبقة الأولى طبقة شجرية، مع الطبقة العشبية الأعشاب، الطبقة العشبية. إذا كما كنشوفو في هذه الوثيقة التالية، عندي النباتات العشبية، عندها فيها النباتات البصلية اللي هي هنايا، والنباتات ذات سيقان لينة. إذا النباتات البصلية، إذا تحتوي على النباتات البصلية والنباتات ذات سيقان لينة. الطبقة الأخيرة هي الطبقة ديال الجذور. إذا عندي طبقة ديال الجذور ولا الحزازيات، إذا طبقة، إذا عندي الطبقة الثالثة هي الحزازيات الفطريات. إذا السؤال الثاني: ما هي العوامل التي تتدخل في توزيع ديال هاد الطبقات؟ إذا عندنا بالنسبة للطبقات كيختلفوا التوزيع ديالها على حسب نوعية التربة، كذلك عندنا العامل الثاني يقدر يكون هو عامل ديال الارتفاع، يعني ما عندهمش نفس الارتفاع بالنسبة لهاد الطبقات، يعني مستوى سطح الأرض يختلف على حسب كل منطقة، واختلافه يؤدي إلى اختلاف أو تنوع الغطاء النباتي وكذلك أنواع ديال الأشجار. إذا عندنا، إذا من ضمن العوامل
عندنا العوامل اثنان، من بين العوامل اول حاجة عندنا نوع التربة، عندي الارتفاع. اذا ملي كتحدثوا على الارتفاع يعني كتحدثوا على تغير درجة الحرارة. اذا الارتفاع، اذا درجة الحرارة، اذا ارتفاع درجة الحرارة، كذلك عندنا الرياح، القوة ديال الرياح كذلك. إذا هذه من بين العوامل التي تساهم في التنوع ولا اختلاف التوزيع ديال هذه الأنواع ديال الطبقات على مستوى هذه المنطقة الغابوية. إذا بالنسبة للسؤال الثالث، السؤال الثالث ما هي التقنية التي تعتمد من أجل جرد تقنيات ديال الجرد اللي هي حد العوامل، عفوا أثناء خارجة بيئية قامت مجموعة من التلاميذ للمنطقة المانية، تم إنجاز جرور للنباتات المتواجدة بالمنطقة ويعطي جدول جانبه النتائج محصل عليها. إذا عندي واحد جرور A B C D E F G، إذا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، إذا عندي سبعة جرور وتم إنجازه على مجموعة من أنواع النباتات: اللبلاب، البهيشة، الزان، كذلك البلوط والليخ والفربيون. اذا هذه عباره عن انواع النباتات التي تم جردها. اذا سؤال ثلاثه، يعتمد على معلوماتك حدد التقنيه المعتمده في جرد هذه النباتات. اذا التقنيه التي تعتمد في جرد هذه النباتات هي في الاول هو اننا خصنا نختار واحد المساحه كما شفنا في الدرس، واحد المساحه متجانسه يعني يكون فيها نبت كتبين انها تشتمل على جميع انواع ديال النباتات. اذا التنبؤ ديالها ما يكونش جزء فقط اللي فيه نباتات او جزء اخر بدون نباتات. السؤال الثالث، اذا اول حاجه كنقلبوا على مساحه البحث عن مساحه متجانسه من حيث التنبت يعني تشتمل على جميع انواع النباتات، ثم كنعتمدوا تقنيه الترويح حيت كنقطعوا اجزاء، كناخذوا جزء مربع من منطقه يعني قلنا خص تحتوي على جميع انواع النباتات، ماشي يكون غير جزء فقط اللي فيه النباتات تكون متوازعه بشكل غير متجانس. اذا خصها تكون تشتمل على جميع الانواع وتكون متجانسه من حيث التنبت. إذا هذه البحث عن المساحة المتجانسة، ثم الاعتماد، إذا الاعتماد على طريقة التربيع. إذا يبقى لنا أن نحسبوا التردد ديال الأنواع النباتات المتواجدة بهذه المنطقة. إذا عندي بالنسبة للسؤال، بالنسبة للسؤال ديالي يقول احسب لكل نوع من النباتات المانية التردد اف مستعملا الصيغة التالية: اف يساوي ان على ان في 100، حيث تدل ان صغيرة على ان مينسكيل على عدد الجرور التي تتوفر على النواة، وان على مجموع الجرور المنجزة. اذا غنشرح لكم العلاقة بشكل بسيط. اذا بالنسبة لهاد العلاقة اللي هي كتعطيني تردد ديال هاد النباتات، اذا المطلوب هو انني كنشوف النبت النوع الاول، مثلا النوع الاول نشوف شحال من جرد درت له. اذا لقيت مثلا اثناء الجرد لقيت ان هالنبته تكرر بمعدل مثلا خمسه، اذا غيكون عندي هنايا خمسه وكنشوف عدد الجرور اللي درتها، مثلا درت في المجموع 10 جرور، اذا غيكون عندي 5 على 10. اذا درت لقيت 5 ديال هذا النوع من اصل 10 جرور اللي درت، اذا مضروبه في 100. باش نحسب هذه النسبه، اذا 5 على 10 يعني 50%، اذا غيكون عندي 50%. هذا مثال يعني كنشوف شحال مره
التكرر ديال النوع ديال النبات من اصل عدد الجوار اللي درت. حيت نقدر مثلا ندير 15 المره ديال الجرد، ولكن من هاد 15 العينات اللي خديت لقيت بان النوع مثلا ا كاين فقط في 7. اذا في العلاقه ملي غنجي نعوض غنقول بان النوع تكرر 7 مرات من اصل 15 مره، ثم كنضرب 100 باش كيعطيني النسبه المئويه. اذا نفس الشيء غنديروه في الجدول ديالنا اللي عندنا هنايا. اذا عندي النوع الاول، عفوا، اذا عندي النوع الاول غنديرو بالنسبه للنوع الاول. بالنسبه للنوع الاول غنحسبو كل نوع شحال عنده ديال الجروب. هنا عندي النوع الاول درنا 7 الجروب، ولكن لقيناه 1 2 3 4 5 6. اذا النوع واحد، اذا النوع واحد، لأن النوع واحد تكرر 6 مرات. النوع اثنان، 1 2 3 4 5 6 كذلك تكرر. النوع الأول والنوع اثنان، إذا غنعزلهم على حسب شحال، نقدر نلقاو نفس النسبة بالنسبة لمجموعة من أنواع النباتات. إذا عندي اللبلاب تكرر ليا 6 مرات، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. بالنسبة للزان تكرر ليا، إذا الزان عندي الزان تكرر ليا 4 مرات. عندي البلوط 1 2 3 4، إذا عندي البلوط اللي هو رقم 4، إذا هذا رقم 3 هذا رقم 4، البلوط تبو تكرر 4 مرات. بالنسبة للعليق 1 2 3 4 5 6، إذا العليق حتى هو، إذا النوع 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 5 تكرر 6 مرات. عندي 1 2 3، و فريبيون اللي هو تكرر ليا 1 2 3، اذا النوع 6 تكرر ليا 3 مرات. اذا عندي النوع 1 و2 و5، اذا الاف ديالهم ديال المعامل، اذا هذا التردد ديالهم يساوي، عندي قلنا تكرر ان النوع تكرر 6 مرات من اصل مجموع الجروب اللي هما 1 2 3 4 5 6 7 8، اذا من اصل 8. اذا 6 على 8 مضروبه في 100، اذا هذه هي العلاقه اللي تمكنني باش نحسب تردد النوع 1 والنوع 2 والنوع 5. غنحتاج دابا نحسب تردد النوع 3 والنوع 4. هو دائما العلاقة عندي اف تساوي قلنا انه 4 مرات من اصل 8 في 100 تساوي النسبة المئوية. ثم النوع الاخير هو عندي 1 2 3 4 5، النوع 6 تردد النوع 6 هو فريكونس اف تيغال ا 3 على 8 في 100 يساوي النسبة المئوية. إذا الآن غنحسب هاد النسبة المئوية ونشوف النسبة شحال غتعطيني. هادي إذا جيت نحسبها، إذا حسبت 6 على 8 هادي غنلقى فيها 0.73، ديال 75%. هذه 4 على 8، إذا 5%، 50%. بالنسبة للنوع الأخير هو 37، إذا بعد الحساب لقوا 37.5%. إذا هذا بالنسبة لهذا الحالة، عندي هنايا التردد 75%، 50%، 37.5%. إذا نتوجه للسؤال 5. إذا هذا السؤال 5 انطلاقا من هذا المعامل، عفوا انطلاقا من هذا التردد، مطلوب مني انني نحسب معامل التردد. اذا باش نحسب معامل التردد هناك جدول، جدول كيعطيني النسب، يعني يمكن تصنيف هذه النباتات على حسب تغير التردد ديالها باش كنعرف معامل التردد ديالها. اذا التصنيف كيكون من 1 حتى 5، اذا اعتمادا على الجدول التالي اللي غنديرو في السبوره حالا. اذا بالنسبه للسؤال الخامس
مطلوب مني أنني أحسب معامل التردد. إذا معامل التردد على حسب العالي ديال ريدز خدا قسم لنا الترددات إلى مجموعة من الفئات، إذا إلى خمس فئات كما سبق أن قلنا. إذا عندنا الفئة الأولى عندنا يكون التردد أصغر من 20%، إذا كيكون عندنا معامل التردد في هذه الحالة هو واحد. أما إذا كان محصور ما بين 20 حتى 40%، فهذه الحالة سنقول بأن معامل التردد في هذه الحالة هو 2، في حين أن معامل التردد 3 كيساوي 3 إذا كان التردد محصور ما بين 40% و60%، ورقم 4 إذا معامل التردد يساوي 4 إذا كان محصور ما بين 60% و80%، في حين أنه يساوي 5 إذا كان في حالة الإف محصورة اللي هي التردد محصورة ما بين 80% و100%. إذا بالنسبة لمعامل التردد كيعطينا الصفات ديال الأنواع النباتية. إذا بالنسبة إذا كان عندنا كيساوي 5 كنقولوا بأن هذا النوع النباتي جد متواتر، يعني متواجد بكثرة. كيساوي 4 كنقولوا متواتر، يعني كاين متوسط التواتر، كاين بالنسبة قليلة نسبيا. وبالنسبة لرقم 2 تابع، وبالنسبة لرقم 1 عرضي، يعني قليل فاش كنلقاوه داخل هذا المكان الذي قمنا بالجر في داخله. إذا بالنسبة دائما الفئات ديالي كتحكم فيهم النسبة اللي خرجت ليا في التردد. إذا معامل التردد بالنسبة للسؤال الأول، إذا هنايا معامل التردد أحسبو، إذا معامل التردد نسمع هادو باش نلقاو معامل التردد ديال كل وحدة. إذا معامل التردد ديال النوع الأول، بما أن النوع الأول معامل هذا بالنسبة للسؤال 5، إذا معامل تردد نوع 1 و2 و5 بما أنه كيساوي 75%، إذا محصور ما بين 60% و80%، إذا هو عنده معامل تردد ديالو هو 4. إذا في هذه الحالة معامل التردد ديال هذا النوع هو 4. عندي النوع الثاني كيساوي 50%، بما أن 50% هي محصورة ما بين 40 و60، إذا معامل التردد ديال هذا النوع هو 3. أيضا عندي هنايا 37.5، إذا محصورة ما بين 20 و40%، إذا معامل التردد ديال هذا النوع هو 2. إذا هذوما معاملات التردد اللي عندي في هذه الحالة. إذا السؤال الأخير، مطلوب مني رسم مدراج تردد أو منحنى التردد. إذا منحنى التردد هو منحنى كنمثلو فيه التغير ديال عدد الأنواع بدلالة معامل التردد. إذا تكون غالبا بحال هكا، عندي الأنواع ديالي عندي 1 2 3 4 و5، وعندي هنايا الأنواع ديال التردد اللي عندي هنايا. عدد هنايا يكون عندي معامل التردد اللي يكون عندي عدد الأنواع، عندي النوع ديالي النوع 1، النوع 2، النوع 3، النوع 4، وهنا كيكون عندي 1 معامل 2 معامل 3 ومعامل 4. إذا كما قلنا بأن هذا المنحنى ديال التردد كنشوفوا العدد الانواع اللي عنده مثلا هذا المعامل ديال التردد رقم 1 اللي عنده 1 في معامل التردد. الا شفنا عندنا هاد النوع 3 الاولانيين عندهم 4، وهذا عنده 3، وهذا عنده 2، اذا لا يوجد اي نوع عنده تردد معامل تردد 1. في حين الا شفنا شكون اللي عنده معامل تردد 2، عندي نوع 1. اذا غنرسم هنايا، اذا حد 1، إذا عندي غير 1 اللي فيه
معامل التردد ديالو 2. نمشيو لمعامل التردد 3. شكون عنده معامل التردد 3؟ عندي النوع 3 ولا 4. اذا جوج الانواع، اذا غنرسمو جوج عندنا 2. عندي النوع اللي عنده رقم 4، اللي عنده هنا 4 هو هذا. عندي 1 2 3، اذا 3 انواع. اذا حدي 3 اذا بالنسبه للنوع 5 ما عندي حتى واحد، اذا لا ما رسمه. اذا في هذه الحاله هنا كنلاحظ بان النوع 5 الجد المتواتر غير موجود في هذا الجر اللي قمنا به. بالنسبه للدراسه ديال هاد المنحنى، اذا ملي كيكون واحد المنوال، يعني كيكون عندي فحال هكا، يعني تنسمي واحد المنوال عنده تقويسه وحده، تنقول بان هاد الجور اللي درنا بها تنتمي الى مجموعه متجانسه، في حين انه اذا كان متعدد المنوال، يعني كتلقاه مره كيهبط مره يطلع مره يهبط مره يطلع، كنقولوا في هذه الحاله بان الجرود اللي درنا في هذه الحاله تنقول بانها جرود غير متجانسه. هذا بالنسبه للاستنتاجات. وبالنسبه للانواع ديال النباتات، اذا عندي بعض الانواع ديال النباتات اللي عندها المعامل ديال التردد ديالها يا اما كيساوي 5 ولا 4، تنقولوا بان هذه الحاله هنايا عندي انواع مميزه او لا انواع مؤشره للوسط، حيث بمعنى هذا الوسط كيمتاز بتواجد هذا النوع بصفه كثيره، بمعنى كيأشر لي على هذا الوسط، كيدل على هذا الوسط، بالتالي كنستنتجو بان هذا الوسط كيوفر الظروف الملائمه من اجل تواجد هذا النوع. اما في حين الى عندي معامل التردد كيساوي 3، تنقول بان هذا النوع من النباتات عباره فقط عن النباتات مرافقه، او لا كنستنتجو بان هناك تداخل ما بين جوج الانواع ديال الوسطين، اذا عندهم مميزات مختلفه. هذا بالنسبه للاستنتاجات. وبالنسبه للمنحنى، اذا هذا فيما يخص هذا التمرين وطريقه التعامل مع تقنيه الجارد وطريقه تحليل المنحنى الخاص بالتردد، يا اما سواء الاستنتاجات الناتج الاستنتاجات التي تبنى انطلاقا من الملاحظه، كذلك طريقه الرسم ديالو. اشكركم على حسن المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نلتقي في درس جديد او وامتحان جديد وتصحيح فرض اخر. نلتقي في تصحيح اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.